عبد الفتاح السيسي، الجيزة خربانة، احنا خلاص تعبنا، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اكيد احنا في دولة محترمة ليها قيادتها المحترمة، نكون لكل مسؤول الاحترام. بشتغل طول الوقت في برنامجنا صوت الناس مع مسؤولين، ما بيفتحوا لنا الابواب، ما بيقفلوش في وشنا. المسؤول انا هقول لك حاجة، انا هقول لسعادتك في ايه بيحصل؟ في ايه في الجيزة؟ في ايه في كرداسة؟ في ايه في ابو رواش؟ في ايه؟ ليه؟ في ايه في ناهية؟ في ايه في ناهية؟ انا ارجوكم ردوا علينا، احنا متضررين، احنا على احنا كل يوم بنقول احنا عايشين بامل ان اللي جاي افضل، كل يوم بنعيش بامل ان شاء الله اللي جاي امان وسعاده وبناء ورخاء وقفل كل ملفات الفساد. الاقي ده ليه يا فندم؟ انا عايز ده أقول. اسمه ايه يا فندم؟ ده في عندنا اداره اسمها اداره اللهم صل على سيدنا محمد السلام، الجهاز المتابعه. فين هي؟ مش عارفه. انا هو احنا عندنا مسميات وخلاص. انا عايزه اسال زي ما في الاداره المركزيه لحمايه الاراضي، انا بقى من هنا بقول مش ما اسمهاش اداره مركزيه لحمايه الاراضي، انا اقول الاداره المركزيه لتدمير الاراضي. اتفضل لو عايز توجه اي رساله اتفضل، انا سامحه لك بالتوجيه الرساله. انا اول ندائي للسيد رئيس الجمهوريه. ايوه سعادتك، احنا والله احنا ربنا وهبك لمصر وانقذت مصر، انقذنا من المسؤولين، ارجوك انقذنا من المسؤولين. كل ما تروح المسؤول ده في اجتماع، كل ما تقول انا بتكلم عن نفسي، انا سيادة اللواء اسامه شمعة المحترم نائب المحافظ، احنا عندنا مسميات، نائب المحافظ المحترم للمراكز والمدن، انا كلمته اكتر من 4 مرات، يرد علي واحد اسمه الاستاذ محمد بسيوني، يرد علي الاستاذ محمد نبيل. يا جماعه انا عايز اكلم سياده اللواء، ده مشغول، ده في اجتماع، ده كاري. طب انا يا جماعه شكوتي كذا، انا مقدم مذكره له، عمل فيها ايه؟ يا جماعه المسؤول اللي ما عندوش القدره على العطاء يقعد، ما يتعبش الناس، يرد ضميره اللي ما عندوش